ولمزيد من التفاصيل حول البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن فسخ عقود المزارعين، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا وتبعنا مقتطفا منه بشأن فسخ عقود المزارعين في بغداد وبابل، كيف يمكن قراءة هذا القرار وتوقيته؟ بالتأكيد هذا القرار ينم عن خطوة خبيثة اتخذتها حكومة الكاظمي، وهي تمهيد حقيقي لعملية التغيير الديموغرافي لمناطق معينة على أسس طائفية، وإلا بماذا يتم تخصيص منطقتين زراعيتين مشهود لأهل هذه الزراعة ومنذ عشرات السنين وهم مستقرون فيها، وأهلها يتعرضون إلى عملية تهجير قسري ونزوح قسري بطريقة ممنهجة واضحة تماما. لماذا لم تذهب حكومة الكاظمي لطرد هذه الميليشيات وبالتالي إرجاع أهلها؟ وحينئذ يتم إزالة العائق الذي يجعل من هؤلاء العودة إلى أراضيهم وإلى زراعتهم. ما يحدث الآن أن حكومة الكاظمي تنفذ الأجندات الخاصة بميليشيات الحشد الشعبي، ولذلك عندما نقول أن وزارة الزراعة تضع أن هذه الأراضي ليست مزروعة، طيب الذي الجهات التي تمنحها وزارة الزراعة عند عقود جديدة، هل هؤلاء سيبنون أو سيزرعون أو سيستثمرون الأراضي الزراعية؟ الجواب كلا، لأنهم يتخذونها قواعد عسكرية، وجرف الصخر شاهد على ذلك عندما أصبحت ترسانة من الصواريخ والأجانب من الإيرانيين واللبنانيين واليمنيين الذين يتدربون على أراضيها، والأفغان الذي تأتيهم بإيران كمرتزقة للقتال في سوريا. على هذه الأساس فإن الوضعية ليست قانونية، القانون يبيح عندما يتم إعادة هؤلاء والحكومة فشلت في إعادتهم، فكيف للحكومة يمكن أن تنفذ قرارات هي فاشلة في إعادة المزارعين إلى أراضيهم؟ وهؤلاء يمتلكون منازل داخل هذه الأراضي، ويمتلكون أيضا أملاك خاصة داخل هذه الأراضي الذي هم استثمروها. كان المفروض من الحكومة أن تذهب باتجاه تمليك هذه الأراضي لهؤلاء السكان. سيد عبد القادر، يصف البعض بأن الأراضي في حزام بغداد تعتبر بمثابة سلة غذاء بغداد، ما الانعكاسات التي يمكن أن تترتب في حال خسر هؤلاء المزارعين أراضيهم؟ من المعلوم هناك آثار كبيرة يعيشها أهل بغداد ونعيشها في السنوات الماضية، لأنه حقيقة الزراعة مستهدفة في العراق، وبالتالي هم يبحثون على إنهاء عملية الزراعة لا سيما في حزام بغداد، حتى تبقى الزراعة الإيرانية هي المنفذ الوحيد بالتصدير للعراق، وبالتالي يمنعون العراقيين من زراعتهم. إذن هناك غايات أساسية أخرى فضلا على أنهم يريدون تغييرا ديموغرافيا، فهم يريدون إنهاء الزراعة في العراق بهذا الأطر. ولذلك حقيقة هناك خطورة على أهالي بغداد، ينبغي عليهم أن يقفوا أيضا ويساندوا هؤلاء الذين وقفوا في منذ عشرات السنين وهم يقدمون لبغداد سلة غذائية متكاملة، أن يقفوا معهم في هذه المحنة ضد هذا الاستهداف الحكومي الخبيث والممنهج ضد حزام بغداد. وبالتالي هم يعلمون تماما، أصبحت الأمور مكشوفة، أنهم يسعون إلى تغييرات ديموغرافية واضحة. لذلك حقيقة لها انعكاسات في السنوات القادمة خطرة تماما، لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه هناك أحداث كثيرة يمكن أن تكون الزراعة أو الأمن الغذائي غير متوفر إمكانية توفيره من أي دولة أخرى، وبالتالي كما حدث في حصار التسعينيات، وبالتالي يمكن للعراقيين أن يعتمدوا على أنفسهم. طيب إذا تم إنهاء حزام بغداد وزراعتها، وهؤلاء الذين هم باكورة والعمود الفقري للزراعة فيها، إذا القادم سيكون مجهولا، وهناك خطر يهدد حياة المجتمع العراقي لا سيما العاصمة بغداد الذي ترزق بسبعة ملايين ساكن فيها على الأمن الغذائي لهم ولعوائلهم. لذلك هناك خطورة كبيرة بعدم توفير الأمن الغذائي إذا لم تتوقف هذه الإجراءات الغير قانونية والغير عادلة، وبالتالي الذي هي توصف بالاعتداء الغاشم على المزارعين في حزام بغداد.
في هذا السياق وباعتباركم أشرتم إلى تغيير الديموغرافي الذي يهدف أو تهدف له هذه القرارات بفسخ عقود المزارعين، إلى أي مدى تهدف أيضا مثل هذه القرارات لمنع عودة النازحين إلى المحافظات المنكوبة؟ من المؤكد تماما أن هذه القرارات هي ليست قانونية وبالتالي ستسقط بالمستقبل، لكن يحتاج إلى عملية أن هذه العملية السياسية أو الحكومات الحالية والميليشيات لا زالت تحظى بعملية السكوت والصمت الدولي. هناك عاتق حقيقي على بعثة الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي أن يكون منصفا في هكذا قرارات، لأنها مخالفة للقانون الدولي ومخالفة لكل حتى القوانين العراقية المعمول بها حاليا، لأن ما يحدث هو آراء وأنسجة سياسية تدفع باتجاه اتخاذ هكذا قرارات ضد الأهالي. وبالتالي عملية أخذ الأراضي هو عملية تهجيرهم تهجير قسري، وهي أحد أركان جريمة التغيير الديموغرافي، وهي تعتبر جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب التهجير القسري. لذلك الحكومة تقع بهذا الإطار وتدفع بهذا الإطار، لأن هناك عدم محاسبة دولية لها وهناك صمت يستغل بهذه القضية، وهم يريدون عملية تحقيق شعاراتهم المرفوعة دائما تحت وطأة السلاح بأنهم يريدون رسم الحدود بالدم. وهذا يؤكد على أن مشروع هؤلاء الميليشيات ومشروع العملية السياسية والأحزاب الفاسدة التي تسيطر على السلطة في العراق أنهم يريدون تقسيم العراق، وإلا فما الداعي من عملية استلاب الأراضي بهكذا طريقة فجة وبهكذا طريقة غير قانونية؟ وهم يتعمدون إشاعة الفوضى ويتعمدون الدفع باتجاه توتير الشعب العراقي بهكذا إجراءات. أستاذ عبد القادر، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها العراق وقرار بيع أملاك الدولة، كيف يفسر إذن قرار فسخ العقود؟ ونعلم أن مجال الزراعة بإمكانه أن يكون بابا للاستثمار وبالتالي يدر أرباح للدولة. هؤلاء لا يبحثون عن إعادة اقتصاد الدولة، هؤلاء يبحثون كيفية، لأن المتواجدين أحزاب فاسدة وبالتالي تبحث عن عسكرة العملية السياسية لصالحها. هم يبحثون كيف يستفادون ماليا، لذلك هم يقسمون بأموال زهيدة ممتلكات الدولة لصالح هذه الأحزاب ولصالح الشخصيات المتنفذة السياسية التي تسيطر على هذه الأحزاب. فلذلك هم يتملكون هذه الأراضي ويتملكون العقارات الدولة بطريقة حقيقة لم توصف في التاريخ، بأموال بسيطة تماما، وهم يستحوذون على أموال الدولة وتتحول إليهم شخصيا لهم ولأحزابهم. وهذا حقيقة جريمة كبيرة أن هكذا يبعثر المال العراقي وهكذا يستهدف الاقتصاد العراقي الذي يعتبر حقيقة العمود الفقري للاقتصاد، لأن هذه ممتلكات الدولة معلوم أنها تمثل ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد وفي هيكليتها أمام المجتمع الدولي وأمام الاقتصاد العالمي. شكرا جزيلا لكم، عضو اللجنة العليا للميثاقية الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.